أهلا وسهلا فيكم بورشة الشبكات الحاسوبية سيسكو لابس وركشوب. طبعا هاي الورشة حابين أنها تكون ضمن نشاطات شبكة التعليم التفاعلية. كلنا بنعرف أن شبكة التعليم التفاعلية بتقدم دورات مجانية تفاعلية. طبعا هي الدورات بيختلف نوعها، سواء كانت دورة كاملة أو عبارة عن ورشة. هاي الورشة هي بحاجة قسم نظري، يكون في عنا باك جراوند نظرية، وهذا الشيء اللي نحن راح نعمله هي الورشة تبعنا. فاللي ما عنده هي الباك جراوند ممكن انه انا اعطيكم مصادر لانه انتم تتعرفوا فيها على المادة. ورشة الشبكات الحاسوبية راح نتعرف عليها. اول شيء بحب اعرفكم عن حالي. أنا مهندسة إيمان الجمال، مهندسة حواسيب وأتمتة، خريجة جامعة دمشق 2010. اشتغلت كمحاضرة أو بجامعة دمشق بمعهد التقنية الحاسوبية لمدة سنة، بهندسة الحواسيب والأتمتة لمدة فصل، بهندسة المعلوماتية بكلية المعلوماتية لمدة سنة. ورشة الشبكات الحاسوبية، هلا ضمن هاي الورشة شو رح يكون شغلنا؟ على شو نحن رح نتعرف، شلون نحن رح نمشي حنمشي فيها، شو الفائدة اللي نحن ممكن انه نكتسبها، وشو رح نكون بنهاية هاي الورشة قادرين على. طبعا بهاي الورشة انا رح اعطيكم طرف الخيط، يعني مثل ما خبرتكم انا عندي ورشة، هي الورشة عبارة عن جزء عملي، بالتالي لازم يكون في عندي باك جراوند نظري. ما عندي هذا الباك جراوند النظري، فأنا راح أعطيكم مصادر أنه أنتوا تقرأوا. راح يوقع عليكم عبء، خلينا نقول ما له عبء، وإنما بحاجة جهد منكم حتى أنتوا تتعلموا، تبحثوا، تاخذوا هذا القسم النظري لحالكم، سيلف education، تعليم ذاتي، وبعدين نجي نحن منطبقهم. أنا راح أعطيكم مثل ما عندكم طرف الخيط، هعطيكم مصادر، هعطيكم لمحة عامة عن الفكرة النظرية، ونبلش فورا بالبحث بالتمرين العملي. مثل ما قلت لكم بعطيكم طرف الخيط، انتو بتدوروا بتتعلموا سيلف اديوكيشن، تقرأوا التمرين اللي انا طارحته بعد ما اكون انا عطيت رؤوس اقلام عن المعلومات النظرية. رح تبلشوا بالحل، اثناء ما تبلشوا بالحل رح بتلاقوا انه في عنا شغلات جديدة رح تطلع معنا ممكن انا ما طرقت إلها بالشرح النظري، فبالتالي كمان بحاجة منكم لأنكم أنتوا تبحثوا عنها. رح تتابعوا القراءة والبحث، بعدين رح نحل التمرين بعد ما نكون إحنا أخذنا فكرة عامة عن المحتوى النظري وبلشنا بالتطبيق العملي. أهم العناوين والمفاهيم والأساسيات اللي رح نركز عليها بهي الورشة، حنحكي بشكل عام عن الشبكات، شو هي الشبكات، حنحكي عن أشهر الشركات الرائدة بالشبكات اللي هي بتعطي تجهيزات حتى نحن نبني شبكة، حنحكي عن منهاج CCNA. CCNA هو خاص بشركة من هدلون الشركات اللي نحن رح نتعرف عنها اللي هي سيسكو، طبعا هي شركة مشهورة بالشبكات. رح نتعرف على، حندخل بعد ما نحن ناخد فكرة عن منهاج CCNA شو هو، شو بيتضمن، كم ساعة تدريبية لازم اللي بده يحصل على شهادة CCNA، كم ساعة تدريبية لازم يحضر، شو الشيء اللي لازم يغطيه بدراسته. بعدين رح نفوت نتخصص بذكر أهم العناوين النظرية أو أهم الأقسام النظرية اللي لازم نحن نتعرف عليها حتى نكون قادرين على إنهاء هاي الورشة ونحصل على النتائج المرجوة منها. رح نتعرف على عناوين الشبكة الـ IP version 4. متوقع إنه أغلب الناس عندها فكرة شو هي عنوان الـ IP. حناخد أشهر البروتوكولات، طبعاً عناوين الاي بي هي غير محصوره بالسيسكو انما بكل الشبكات، اي تجهيز من اي شركه نحن بنحتاج لعناوين اي بي فيرجن 4. في كمان هلا من جديد طلع في عنا اي بي من جديد، يعني فينا نقول 4 5 7 سنين، يعني مو جديد معناتها هي السنه، اي بي فيرجن 6. وانما الجديد بالموضوع انه تطبيقه، بدء بتطبيقه.
في الابي فيرجن 6 كمان رح ناخد لمحه عنه، رح نتعرف على اشهر البروتوكولات بالسي سي ان اي بالسيسكو، بتجهيزات سيسكو اللي هي راوتينج بروتوكول، اللي هي السبانينج تري، اللي هي فريم ريلي. بعد منها هيك نحن حنحاول نغطي مثل ما قلت لكم اهم العناوين او اهم الامور النظريه حتى نحن نقدر ندير وندعم نقدم دعم فني للشبكه، سواء كانت شبكه جاهزه من تجهيزات سيسكو او انا عندي مجموعه ابنيه بدي اعمل لهم بناء شبكه، فبدي اعمل لهم بدي اقدم لهم دراسه لحتى انا ابني فيهم شبكه من تجهيزات سيسكو. طبعا بنهايه هاي الورشه شو رح نكون قادرين على، حيكون عندنا معرفه باساسيات شبكات السيسكو، حنكون قادرين على التعامل مع تجهيزات سيسكو اللي هي مبدلات موجهات بشكل اساسي. طبعا في عندنا تجهيزات ثانيه لسيسكو اللي هي الفاير وول، في معظم الاكسس بوينتس، الاي دي اس اي راوتر. طبعا هلا هدلهم نحن ما كتير رح نتخصص فيهم، انما رح نمر عليهم باحد التمارين العمليه. رح نكون قادرين على تهيئة مبدلات وموجهات سيسكو، السويتشينج والراوتينج أو السويتش والراوتر. حنكون قادرين مثل ما حكينا على تحليل شبكة سيسكو، إنه أنا عندي شبكة قائمة فبقدر حللها وتعرف شلون مبنية هي الشبكة، ورح نحن كمان نكون قادرين على بناء شبكة سيسكو من الصفر. طبعا هون أنا عندي سويتش من سيسكو كاتاليست 3750، هذا السيريز 3750، عدد البورتات تبعته. شوف البورتات هي الواجهة الأمامية للسويتش للمبدل، كله هذا رح نتعرف عليه. طبعا هذا واحد من ضمن مجموعة سيريزات رح نتعرف عليه. رح نحكي شوي عن طريقة التعامل مع هي الورشة. هلا بعد كل فقرة أو بعد كل يوم، نحنا حيكون في عنا ثلاث أيام بالأسبوع رح ينزل فيهم فيديوهات مع تمارين، كل درس فيه له تمرين بسيط أو مخبر. في عنا بنصف المرحلة، لأن نحنا تقريبا حنغطي شهرين، بنصف المرحلة في عنا الاختبار النصفي، في عنا بنهاية الورشة اختبار أخير. لحتى نحن نحصل على شهادة من شبكة التعليم التفاعلية لازم نحقق حضور معين، اتمام للمحاضرات اللي حتنزل على الموقع، بالإضافة لأنه نحن نقدم المهام بوقتها المحدد ونقدم الاختبار النصفي والاختبار النهائي وننجح لحتى نحن نحصل على الشهادة. هلا هاي هون عندي انا شبكه من سويتشات وراوترات، راوترين ومجموعه سويتشات مع مجموعه عناوين وفيلانات رح نتعرف عليهم. طبعا ما تخافوا من المنظر، سهل جدا، سهل للي بده يتابع معنا او اللي متابع تمام وتعبان على حاله بالقراءه بتكوين الفكره النظريه بالسيلف ايدوكيشن. طبعا شبكة التعليم التفاعلية صارت غنية عن التعريف، هي بتقدم دورات تفاعلية مجانية، هي منصة لتبادل الآراء والنقاشات بما يخص الدورات. أي شيء حابين تتعرفوا عليه أو تشوفوا معلومات زيادة عنه بما يخص شبكة التعليم التفاعلية فيكن تزوروا الموقع، فيكن تزوروا كمان صفحتها على الفيسبوك. كمان أي سؤال بالشبكات، بإدارة الشبكة، بتحبوا تسألوني إياه على البريد الإلكتروني هاد. أنا حاليا بشتغل بإدارة شبكة جامعة دمشق اللي هي بتشمل التجمعات كلها، المزة، هندسة الميكانيك والكهرباء، الزراعة، السويدة، القنيطرة، وفي عنا البرامكة. بتمنى لكم التوفيق وبتمنى انه تمشوا بالورشة يوم بيوم، درس بدرس، لانه رح يتراكم عليكم كتير وبعد 3 دروس ما رح تكونوا قادرين على انكم تتابعوا لنهاية الورشة. بتمنى لكم التوفيق واهلا وسهلا فيكم. كانت معكم المهندسة إيمان جنان.